لم تتوقع خلود العامري أن تلقى مبادرة جمع العبوات البلاستيكية الفارغة من أحياء بغداد تفاعلا في الشارع. خلود ومع زميلات لها في شبكة صحفيات من أجل المناخ دعت إلى المبادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع حث الراغبين في الإسهام بها على تسليم العبوات في شقة في بغداد، لكنها استقبلت كميات من البلاستيك أكبر من المخطط له. بدينا أنه نشتغل ويا المطاعم، فبدينا نتعاون ويا المطاعم نجمع البلاستيك من عندهم. اكتشفنا بعد ما جمعنا كميات من البلاستيك كبيرة وسوقناها أنه البطل الشفاف مع المي وبطل اللبن مو كل الناس تشتغل به، وأنه المعامل تشتغل بأنواع بلاستيك مختلفة. فشفنا أنه مهم جدا أنه نشرك الجمهور. مبادرة جمع البلاستيك من شوارع بغداد تجاوزت هدف الهاشتاك على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع مليون عبوة، والأعداد في الزياد. كانت فكرتنا نجمع مليون، احنا جمعنا 1,019,337 اللي عديناهم يعني وشحناهم، واكو شحنة اخرى يعني ما عديناها. شفت على مواقع التواصل الاجتماعي صحفيات من اجل المناخ، هذا الشبكة، شفت انهم يسوون حمله على يعني اعاده التدوير البطاله البلاستيك القناني الفارغه اللي هي دائما احنا نرميها بالقمامه، فقلت انه افضل شيء نجمعها ونسلمها الى الشبكه. عشرات الاطنان من المواد البلاستيكيه تصل يوميا الى معامل في بغداد لاعاده تدويرها. يعني اذا اقول لك على مستوى العراق يمكن الله لك 50 طن يومية أو 60 طن يومية على مستوى العراق، على مستوى بغداد بس. يعني أنا أحكي لك على مستوى بغداد، لأن مو منطقة إحنا وحنا، أنا عندنا هنا التاجيات، عندنا المعامل البوية، عندنا بوب الشامل الرزية. جمع أطنان من البلاستيك بدل رميها في الشوارع والقمامة عشوائية، خطوة مهمة لحماية البيئة من مواد التراكم في التربة والمياه ولا تتحلل بسهولة.